السلام عليكم الاخوات، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. واليوم بحول الله غنديروا تتمه ديال الفيديو السابق. كيف ما قلت لكم غادي نخدم معكم غير هاد الخدمه، هاد السنيسله هادي اغلبيه كتكون في الرشامي ديال الطرز الرباطي، فضروري الاخوات يتعلموا ليها. وعلى بركه الله غادي نتبتو الخيط. كنتبتو الخيط في هاد الجهة، يعني على هاد اليمين ديالنا، ومن بعد كنعاودو نطلعو الخيط في الجهة المعاكسة ديالنا. الاخوات كنرجعو نهزو كنطلعو البرا من وسط هاد الخيوط اللي عندنا هنا. كنتمنى يكون واضح الاخوات اللي بغاو يستافدو. كتشوفو راه سهلة، نمشيو ديما على الرشمة اللي عندنا، داك الخط اللي حطينا. وانا ديما تنحاول نختصر بالنسبه للاخت اللي قالت لي ما تطوليش لينا الفيديو، يعني ما كان استفدوش دغيا. كت يعني دغيا كيجينا هذا الفيديو طويل، ما كنقدوش نكملوه كامل على حسب الاخوات اللي ما كتكونش عندهم ما عندهمش الواي فاي بالنسبه للكونيكسيون، دغيا كتسالي ليهم. هذا طلب لواحد الاخت، فانا ان شاء الله كنتمنى تكونوا استفدتوا، وغادي غير نختصر لكم وكنستمروا بهذه الطريقه. بالنسبه لهنا لهاد الضوء، هاد التقويصه اللي هنا، انا غنوريكم كيفاش تخدم. بقاش ماشي بحال هنا، كنطلعوا نيشان بالنسبه لهنا، فمن هنا من الفوق كنوليو نهزو كثر، يعني كنطلعو كثر في الثوب، كنخلي واحد المساحه بزاف. عكس هنا من تحت كنطلعو غير شويه. مع الدوره خاص باش تجينا ديك هنا لانها الخدمه هنا مقادره هنايا. كندورو البرا وكندورو حتى المرمى. شفتو كنهزو هنا غير شويه ديال الثوب، عكس الفوق كنهزو كتر.
بالنسبة لهاد الوريقات نخدمهم على هاد الشكل. غادي نهزهم لهنا نطلعو لبرا هادو عندهم بزاف طرق باش كيتخدمو، انا نوريكم الطريقة اللي كنخدم بها انا. نطلعو الفوق كان جيت تحت من هذا غير شوي هاد الخيط اللي عندنا كنطلع في الجنب هذا يعني توات من نفسي. كنهبط ثاني شوي كنرجع نطلع البرا تاني من الفوق. ملي كيولي عندي الخيط هنا غير صغير كنطلع تاني البرا من الفوق اللي كنعمر الجهة الأخرى. كيف كتشوفوا الاخوات العمليه بسيطه، ومره مره هكا غادي نبقى نخدم معكم على هاد الخدمه باش صافي كنتو خير. هذا هو الشكل ديال الحشمه ديالتنا. اخواتي شكرا على المتابعه ديالكم وعلى التشجيعات وعلى التعليقات اللي كتخليني نزيد نعطي اكثر ونزيد نخدم، ونتمنى تعجبكم فكره اليوم وشكرا.